بعد انسحاب بايدن وتأييده لنائبته كاميلا هاريس، ورغم إعلان عدد من قيادات الحزب الديمقراطي تأييدهم لهاريس، تبقى مسألة الترشيح رسمياً معلقة بأيدي مندوب مؤتمر الحزب الديمقراطي الشهر المقبل في شيكاغو لاختيار مرشح الحزب رسمياً. هذه لحظة تاريخية، وهو شيء لا تشهده البلاد عادة. غالباً ما ينظر إلى المؤتمرات السياسية على أنها احتفالية، ولكن يبدو أن مهمة الديمقراطيين ستكون صعبة عندما يجتمعون في شيكاغو ويحددون رسمياً من سيواجه دونالد ترامب في الانتخابات العامة. فيما تفاعل مواطنون خارج أسوار البيت الأبيض مع قرار الرئيس جو بايدن وتخليه عن خوض الانتخابات وتأييده وترشيح نائبته كاميلا هاريس ضد ترامب. الرئيس الحالي أفضل خيار عن الخيارات الأخرى حالياً. أعتقد أنه بذل قصارى جهده نظراً لعمره وخبرته، لكن من الصعب أن تتحدث نيابة عن الناس عندما لم تعش المواقف التي يتعرضون لها. لدي شعور غامر بالامتنان لكليهما. كان بايدن رئيساً رائعاً، أعتقد أنه كان واحداً من أكثر الرؤساء تأثيراً وفعالية، والامتنان لمسيرته المهنية بأكملها وكيف وضع البلاد أولاً. نحن متأخرون في الولايات المتحدة، معظم البلدان لديها قيادات نسائية، لذلك نحن مستعدون وسندعم كامالا، وأنا أعلم أنها ستقاتل كل يوم من أجلنا. خلال المناظرة، بايدن لم يكن قادراً على المضي قدماً وقول بعض الأشياء وجمع أفكاره، وكان من الواضح أنه ليس على ما يرام، لذا فقد كانت مجرد مسألة وقت قبل أن ينسحب من السباق. يأتي ذلك فيما يقول رئيس مجلس النواب إن الديمقراطيين قد تواجههم عقبات قانونية تتعلق باستبدال بايدن بهاريس بسبب نظام الانتخابات لكل ولاية، بينما يطالب الجمهوريون بعزل بايدن من منصبه الآن. أماني بكير لقناة اليوم من العاصمة الأمريكية واشنطن.